نصر الله الجويدي هو حكم الساحة، محمد بتوتة كمساعد أول، وماجد رحومة هو المساعد الثاني، والحكم الرابع هو عبد الحميد الحشفي. انطلاق المباراة، مباراة الأجوار بين الجنوية والمكشخة هنا في ملعب عبد العزيز شتيوي. هذا شمس الدين الذويدي، البحث على الكرات يعني في عمق دفاع المستقبل. كالعادة الكرة في وسط الميدان إلى الدينامو، إلى المفكر قلت بليلة بن مسعود، البحث على عكس الهجوم والبحث من جانب الترجيين على التمركز، يفقد التوازن على العابدي، لكن موجود اليعقوبي وموجود عكس الهجوم من خالد يحيى. خالد يحيى في أولى الهجمات، ممتاز المرور، هو أولى الأهداف، أول هدف للمستقبل الرياضي بالمرسى في 40 ثانية، هو الأسرع إلى حد الآن في البطولة. 40 ثانية، خالد يحيى القادم من النجم الرياضي الساحلي، هو النجم في المباراة، هو النجم في البطولة إلى حد الآن. يتفاعل جمهور الجنوية، 40 ثانية تعطي الافتتاح للنتيجة، واحد بليش للجنوية أمام الترجي. عفوا من علي العابدي، يفقد التمركز، يخسر كورته، محمد علي يعقوبي يستميت، خالد يحيى مراوغة أولى وثانية، والكرة بين أرجل معز بن شريفية. هذه الإعادة، هذه الأمكانيات الفنية والفردية لخالد يحيى حامل القميص رقم 7. المراوغة موجودة، يراوغ بشمس الدين الذويدي، ممتاز المرور، ممتاز اللمس متاع الكرة، يعطي الهدف الأول، واحد بليش للجنوية أمام المكشخة.